بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sahabat pecinta Al-Quran semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di awal kata tidak lupa kita memuja serta bersyukur kepada Allah dengan lafaz Alhamdulillah. Nah, untuk kesempatan yang berbahagia ini kita akan latihan membaca Al-Quran buat yang masih terbata-bata, yang masih belum lancar ya. Kita akan membacakannya dengan nada soba seperti biasa. Sekarang kita akan latihan di surah Al-A'raf mulai ayat 144 ya. Tepatnya di juz 9 halaman 168. Dan bagi jemaah baru, sebelum kita mulai, yang belum memiliki PDF ataupun e-book buku tahsin yang lengkap yang seperti ini, nanti bisa WA langsung ke nomor kami ke 0852-7544-6954. Nanti nomornya PDF ataupun e-book ini akan kita kirimkan ke jamaah masing-masing. Nah, ini PDF kita bagikan dengan gratis. Taib, untuk menghematkan waktu, langsung saja kita masuki dalam pembacaan ayat suci Al-Quran dengan pelan-pelan, dengan santai. Kita akan bacakannya dengan nada soba. Kita awali dari ta'awudz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا موسى اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا
كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أن أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. Kita lanjut latihan membaca dengan lebih pelan di halaman 169. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره قال بنا أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني
فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء إن
هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث
ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون أمة يهدون بالحق وبه يعدلون صدق الله العلي العظيم.
Alhamdulillah, sahabat pecinta Al-Quran semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang berbahagia ini, alhamdulillah kita sudah selesai membaca 3 halaman seperti biasa. Setiap pertemuan kita membaca 3 halaman, untuk hari ini sudah selesai. Kita baca 3 halaman dari ayat tadi 144 ya. Insyaallah besok akan kita lanjutkan kembali 3 halaman seperti biasa. Kita masih berada di juz 9, barusan berakhir dengan halaman 170. Barusan kita baca 168, 169 dan 170. Nah, untuk besok insyaallah akan kita lanjutkan halaman 171, 172 dan halaman 173. Jadi seperti biasa kita baca 3 halaman setiap habis solat subuh. Dan bagi jemaah yang belum memiliki PDF ini, silakan WA ke nomor tadi di awal video. Taib, saya rasa cukup sekian pada pertemuan hari ini. Kita akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.